عندما يتعلق الأمر بتنجح عملي أتخذ القرارات الصائب الحل الأمثل هو مفتاح النجاح سأسعى دائماً لتحقيق الأهداف لن أستسلم في وجه التحية سأبقى قوياً مصمماً سأبذل قصارى جهدي وأعطيه كل شيء لأكون أفضل في عملي النجاح هو المفتاح للتحقيق ستضيء طريقي بسطوع لا يوجد حدود لما يمكنني تحقيقه سكون دائماً على قمة العالم العالم على قمة العالم العالم